No tarde, viejo. Uno, dos, tres. احنا في فين تاع عربيات جامد سخن في ناس في ريبو ببلاش وانا يا اسطى روح هات الريبو رد راح عشان يجيب لنا جاب ازازه ميه ورجع بقول لك ايه هروح دلوقتي وهرجع باربعه يلا انت عندها يا جوي روح يا جوي يا ابني انا تروح على جيب ريد بول يعني المكان ده اللي احنا كنا بنتسلق فيه ونتسحب فيه المره اللي فاتت يا جدعان هنحاول نتسلل جوه يا جدعان احنا نطينا الجول شوف بقى دلوقتي يلا دخلنا باك ستيج يلا باك ستيج ولا مش باك ستيج قول لهم ايه عايز 3 ريد بول وكرع في الشو عايز ايه 3 ريد بول وكرع 4 ريد بقول لك ايه بس لسه بيسع يعني احنا نشبه سخنه ما بيعرفش يسوق يا جماعه عارف بنو مظبطيننا 100% اه مدينا ميه ببلاش ميه ببلاش يا جدعان انا بقول لك ايه مش عايز اخش عشان هغطي عليهم بعدين بقى جامد اخش لا لا شالوا الثلاجات يعني ايه يعني لا عايز ريد بول انا بره 25 بس يا تجيبوا لنا ريد بول هناخد العربيه دي على الطلاق هناخد البتاع دي كلها مع العربيه كمان صغيره دي ميني كوبر يلا صغيره قبل قال حلو يا عم شغال لا يا عم رخيصه يا عم ميني كوبر يا جدعان ده اليوم اللي قبل الايفنت ذات نفسه بكره بقى الايفنت فاحنا بنوريكم بقى الباك ستيج عامل ازاي والكلام ده وبكره بقى الايفنت ايوه يا عم بصوا عملنا ايه يا جدعان لقيناها اخيرا يا جدعان الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm interested in making ends opposed to making friends don't just cut me off he told me that I go on stage in 10 walk out to my own shit on the main what's up big dick وفين مستنين مستنين الجولة الثانية احنا هلا عم نستنى الجولة الثانية احنا عم نشجع انس الحلو لحد الان انس الحلو ماخذ سكور نمبر 1 يوسف وزياد واقفين في المدرجات وانا واقف هنا عشان معاه وسط احنا معانا وسطة ما تنسوا تشتركوا في القناة بدنا نوصل لتريبلز 100,000 مشترك 100,000 لايك 100,000 سبسكرايب سلام يا كبير او ايه الجو جامد ده جو شفت انس جامد انس الله يا يخرب بيت يا نهار اسود عملت ايه يا الله يا دين امي ده احنا هيقعدوا ساعة على ما يظبطوهم تاني تخيل كسب يا عريتنا يا اخي كانوا افريقيا بس ده عري بوظ الدنيا انا جبت لك هدية ليه؟ الله هاي هدية من السبونسر افتحها لما نروح اوكي انت بتتوضى ولا ايه؟ انا هخش اعمل معاهم هخش السابق دلوقتي اوريهم مهارات الصح يلا بالتوفيق يا مروان مع السلامه يا كبير الله معك إيه موجود بالسياره اوكي إيه مقفله يا جماعه مروان ركب في السياره بالتوفيق سلام يا كبير قول يا رب ديكوريشن واخده واكله والله حاولت اخذ خبزه بس طلعت ناشفه والله كنت بدي اطعميها بس لزياد لانه هو بياكل حرام بياكل حرام بياكل حرام عادة في اي اسانسير بنركبه بنعمل ايه ده اللي انا عملته ده بس انا صوتك كان عامل كده ليه؟ هلا والله تربل زيوت احنا معانا فكره مفيش يوتيوبر عملها قبل كده فكرة جديدة لانك ايش الفكرة؟ الفيديو ده عايز راحة واسترخاء اعمل هتعملوا لي مساج؟ نعم ايش الفكرة؟ اللي هيقعد اكتر على السرير هو الكسبان اخر واحد بيقوم على السرير بربح السرير حلو اسطورية والله وجاد
انا ما عندي مشكله انام اسبوع ما انا عشان كده جينا لك في التحدي ده يعني مش هنقوم غير للصبح انت راح نبدا 3 2 1 المفروض كله على السرير واحد كلنا على السرير واحد هتنط علينا اونو تو ستري انا برضه اخش اقعد معاهم محدش يفهم غلط يا جدعان التحدي انا راح افوزه بس انا الصبح مسافر فاذا معي للصبح لا دي مش عارف لا 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 على فكرة ما ينفعش كده طلعتني اول الجيم ما ينفعش طب انا اسف شو اعمل لك لازم تطلع بدي افوز التخت ما تدونوش فرصة يا حبيبي لكن ايوه لكن ديس والله ما هي لا استنى لا انت طلعت والله ابدا مروان يا مروان طب ايه ده ما تروح ناجي ما تنطش عليا كيف عرف ايه ده مش عارف اهم حاجه تكون مستريح معايا انا مستريح والله بجد عملت في شعرك لا ايش بدك جو مش عارف بس عايز اعمل حاجه الغدر ده مش عاجبني عايز حاجه على الراس مش عاجبني هذا الوضع لا كيف ده اومو يا عم في اللي هيحصل يوم الرجل تلمس ظهرك ريحتها خرا شم بالله عليك والنبي لا يا مسكتها ايه لا ناجي لا لا انت ليه ناوي تضلك قاعد على التخت انا انا موريش جامعه بكره ريد بول عاملين لنا عشاء افتر بارتي افتر بارتي سمعتهم اكل نسوان انا خاطب يا حمار بس في نسوان انا بقول لنفسي طب شو رايك نتفق نقوم مع بعض يلا واحد اثنين ثلاثه ايش عم تعرف انت بتعمل ايه واحد اثنين خلاص كلام زلام بتقوم عن التخت زلام كلام زلام 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 مش رجاله رجاله يا عمي واحد اثنين ثلاثه طالما كلام زلام يبقى الكلام ده كلامي لسه انا لسه لسه انت واقف على البطانيه صح انا بس المخدات دي حلوه اريح شويه انت خسرت خلاص غدر بقى اداني وعده سوبليكس وهنا كده عامل كفا والله العظيم فاكره هيقول لي حاجه لقيته بيعمل لي كده لا يا حيوان انا لساتني على التخت والله يا العاوي طب يقعد لا يا كبير شباب لا لا شباب شباب ارفعوني بقى لله لا بجد انا لساتني على التخت يلا عمر يا عم لا 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 حلوه النوم هنا صح؟ والله طب انا هيك لساتني على التخت ولا لا؟ لا مين دفشني؟ مبروك كسبت التخت طب كيف بدك تاخذ التخت على بيتك؟ ومين بده يدفع للاوتيل التخت؟ طبعا ناجي لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 40 مليون لايك واعملوا سبسكرايب عشان نوصل 100 ألف بأسرع وقت تريبلز اوت بيس اوه دوري دوري لا 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 طب شباب حدا عن جد يرفعني لا ده انت مع نفسك سلام عايز حاجة؟ بدك التخت منته اه سلام مش عايزه خليك شباب حدا يشيلني انا اشيله انا اشيله شفت شعري صغير الله يلعب حاجة هتجي؟ شباب هبعت حد بكره ياخد التخت قشطه سلام الكوتش ده يلزمك ولك يا حمار الكوتش ده يلزمك والله يوفقك بدي اياه الكوتش سلام لا كوتش بقى تبعنا خلاص تعالوا ورا
شفتي الباب وقلت لي